ما زال الحديث عن الأميرة ديانا يشغل حيزا واسعا من اهتمامات الصحافة البريطانية خصوصا والعالمية عموما، فعلى مسافة أيام من الذكرى 20 لحادث السير الأليم الذي وقع للأميرة ديانا والتي فارقت فيه الحياة، عبر ابناها الأميران ويليام وهاري عن شعورهما بالندم لأن آخر مكالمة أجرياها مع أمهما كانت متسرعة على نحو يائس. قال الأمير هاري الذي كان عمره آنذاك 12 عاما: عندما ماتت ديانا كل ما أتذكره هو أنني ربما شعرت بالندم لبقية حياتي بسبب كيف أن هذه المكالمة كانت قصيرة. وأضاف الأميران لبرنامج وثائقي بمناسبة الذكرى 20 لوفاة أمهما أنها كانت تمارس أمومتها بمرح، وأنها شجعتهما على أن يكونا مشاغبين وهربت لهما الحلويات، مضيفان أن أمهما كانت تتصرف كطفل بكل معنى الكلمة في مختلف مراحل حياتها، وفهمت الحياة الحقيقية خارج أسوار القصر. قال الأمير ويليام إن المشاركة في البرنامج عن ديانا بدت في البداية مرعبة إلى حد بعيد، لكنها كانت أيضا عملية علاج، وأوضح أن آخر مكالمة أجراها مع أمه تلقي بظلالها الثقيلة إلى حد بعيد على ذهنه. وحدثت المكالمة عندما كانا يمضيان وقتا طيبا جدا في منزل الملكة باسكتلندا. وقال الأمير هاري: وأنا كنا في عجلة يائسة من أمرنا لقول وداعا، لو كنت أعلم ما سيحدث لم أكن لأكون لا مباليا تجاه ما حدث وتجاه أي شيء آخر، ربما ندمت طيلة حياتي كيف أن المكالمة الهاتفية كانت قصيرة. ومضى قائلا: كان أحد شعاراتها كما تعرفون: يمكن أن تكون مشاغبا كما تشاء، لكن لا تتركهم يضبطونك. لقد كانت من أكثر الأمهات ميلا إلى الشغب، كانت تحرص على حضور ومشاهدة كيف نلعب كرة القدم. تعرفون، كانت تهرب الحلويات وتخبئها في جواربنا. محمد الحياري، الرأي.